السؤال كيف وصلني ديما مروه بغينا الوصفه ديال الرغيفات ديال ماما. اليوم بطريقه مبسطه وريت كيفاش ديري الرغيفات ديال ماما وضروري ما ندق قدامكم. كيجيو لذيذين بزاف وحنا في رمضان ما كنستغناوش عليهم. نخليكم مع لا غوسيت. 7 بيضات كبار مشمضين تقريبا 4 كاس ديال الزيت. دابا غنشحروا البصله ديالنا مزيان حتى تهبط. نص كيلو ديال الكفته. بالنسبه للتوابل غنخليهم لكم تحت لا فيديو. اذا عندكم شويه ديال الماء ديروها في عافيه مجهده وتبقاو تحركوا حتى تنشف. شويه ديال الماء طابت خليوها ضروري تبرد. هنا وجدات ديالنا دونك بغيت نوريكم لا تيكستور ديالها كيفاش كتجي. هنا كنكونوا الكويرات ديالنا اللي كيجيو فريمون صغيورين. وباش يجي في الرغيفات ديالنا الوين زوين كنديروا التحميره وزيت هما باش كنطلقوا الرغيفات ديالنا. بعد ما استفناهم في الطاوله ديالنا دونك نهطاو كنصيفطها للفران ديال الطنقه ولكن غنوريكم الطريقه باش طيبوهم في الدار. نحطو الرغيفات ديالنا يطيبو على 250 درجه فوق وتحت. طابو في تقريبا ربع ساعه. هادو جبناهم من الفران ديال الطنقه.